والاستمرارية هي دليل على إنك قاعد ماشي في تقنية صحيحة ولا الاستمرارية هي دليل. شو معنى الاستمرارية؟ الاستمرارية هي تبدأ من أول نهار اللي دخلت فيه، دخلت فيه من أول نهار، حطيت قدام أهداف واضحة ولا عملت لها بلان تخطيط واضح ولا التخطيط هذا بديت تطبق فيه وبديت تقيم فيه دورية وإلا لا. إذا أنت حطيت في مخك إنك من أول نهار باش تعمل استمرارية متاع عمل مينيمو في البدايات 6 شهور متواصلين قبل ما تبدأ تقيم في نتيجتك، فاعرف إنك في الثنية الصحيحة. لكن لو أنت بديت تقيم في نتيجتك من أول أسبوع أو الأسبوع الثاني أو الثالث، فأنت في خطأ كبير. علاش؟ لأنه النتيجة ماهيش باش تجيك يعني بهذه السهولة وبهذه السرعة. أنت ما تعرفش العمل هذا، ما عندكش خبرات، ما زلت ما تعرفوش. أنت أول مرحلة أو أول شهر باش تعدي تقريبا كله تتعلم فيه. ما تنجمش تحكي عن النتيجة. ما تنجم تحكي عن النتيجة إلا ما تكون بديت رحلتك في العمل حقيقة وتحط قدامك فما استمرارية. استمرارية راهو مش معناتها راك باش تخدم يوميا 10 سوايع، لا، تنجم تخدم يوميا ساعتين بالتزام يومي بساعتين، قادر باش تعمل إنجازات كبيرة. ساعة تنجم تعمل منها إنجازات، 3 سوايع تعملها إنجازات. أنت باش تختار قداش باش تحط وقت. لكن إذا أنت أول ما بديت نهار تبدأ خمسة تخدم 5 سوايع، بعد تقعد 3 ولا 4 أيام ما تعمل شيء، وبعد ترجع تخدم ساعتين ولا 3، وبعد تضرب نهارين 3 وما تعمل شيء، وبعد تجي نهار تعمل فيهم 10 سوايع خير يا سيدي، ومن بعد ترتاح جمعة كاملة، أنت تشوف في روحك قاعد تخدم، تشوف في روحك تعطي في وقت، لكن للأسف الشديد عمرها ما كانت خدمتنا بالطريقة هذه. بس أعطيكم مثل بسيط، مثل بسيط على الأخ. نفرض أنك حليت فتحت محل، المحل هذايا نهار تفتح تحلو تخدم مع 9 متاع الصباح، نهار غدوة تخدم مع نص النهار تبدأ تخدم 3 4 سوايع 5 سوايع وبعد تمشي تروح، نهار تمشي تحلو 7 متاع الليل تخدم ساعتين وتروح. هل المشروع هذا باش ينجح ولا مش باش ينجح؟ طبيعي مش باش ينجح. لكن نفرض توا انك يوميا المحل هذا تحلو من 7 متاع العشية لل11 متاع الليل يوميا، الوقت قصير. تجي تقول لي كيفاش باش ننجح؟ انا نقول لك تنجح. علاش تنجح؟ لانه الاشخاص في المنطقه نتاعك باش يتعودوا انك تفتح من 7 لل11 متاع الليل. فاي شخص محتاج يشري منتجات في الوقت هذاك لما يفكر فيك انت، لانه باش يكون متاكد انك انت باش تكون فاتح المحل في الوقت هذاك وغيرك مش فاتح المحل. التزامك واستمراريتك في العمل في الوقت هذاك أعطاك صبغة خاصة، أعطاك نتيجة. طبعا لو أنت فتحت المحل متاعك من الصباح لليل يكون أفضل، لكن احنا هنا نحكيه على مبدأ أنه يكون عمل إضافي. لأنه تنجم تكون أنت مثلا عندك وظيفة وفتحت المحل هذايا كعمل إضافي، ما تنجمش تكون فيه نهار كامل. لكن حتى بالعمل الإضافي وبالمعدل هذا بتاع الوقت انت قادر باش تنجح. لكن لما تكون بتتعامل مع العمل هذا بطريقه ثانويه كيف ما كنا نحكيه في الاحتمال الاول، انك تفتح مره 9 مره 11 مره تفتح ساعه مره ما تفتحش، يعني هذا شنو يقول؟ شنو يوصل انك تتعامل مع العمل بعقليه العمل الثانوي، وعمل كيف ما انت تعامله هو باش يعاملك. لو عملته باحترام حتى بصيغة أو بصفة العمل الإضافي هو باش يعاملك بنفس الطريقة. لكن لو أنت عملته بطريقة ثانوية بدون اهتمام بدون تركيز
بدون إعطاء قيمة للعمل هذايا، فتأكد من إنه مش يعاملك بنفس الطريقة، والنتيجة مش تكون كيف ما أنت تستحق. فرجاء ناخذ قرار مهم على الآخر. كيف ما ناخذ خلينا باش ناخذ قرار، وخذينا قرار إنه باش نلتزمه، ناخذ قرار إنه نتعامل مع العمل هذا بالاستمرارية، نعطيه حقه في الاستمرارية. ما نقولش لا نأجل العمل اليوم الغدوة، وتو متاع غدوة نأجله لبعد غدوة. لا، اخدم بطريقة متواصلة، ابني مهاراتك، معرفتك، طور من روحك، وتأكد من انه النتيجة تجي في وقتها. لأنه شوف، بالتقاء حاجتين، العمل ونظام العمل، المفروض انه فما نتيجة واضحة وهي النجاح. يعني شخص يخدم بالتزام يومي وبطريقة صحيحة، يعني عن طريق نظام العمل، بالنسبة لي مستحيل إنه ما ينجحش، مستحيل، إلا إذا فما خلل في طريقة تطبيق نظام العمل أو عدم جدية في العمل، حاجة من اثنين. فمش حاجة في الوسط، معناتها فما عباد يقول لي والله أنا نسعى ونخدم، تأكد من إنه فما حاجة من اثنين، عدم جدية في العمل، أو والأغلب بتكون فيه إنه هم تطبيق سيء وخاطئ لطريقة العمل. كما يقول أينشتاين، من الغباء أنك تفعل نفس الشيء وتنتظر نتيجة مختلفة. يعني أنت تخطئ في بعض الأشياء وما رجعتش للكوتش متاعك، ما استشرتوش باش يصلح لك الخطأ متاعك، وتقعد تعاود في نفس العمل، وانت تسعى وانت تعتقد هنا انك في الاستمرارية، تلقى النتيجة مش ماشية معاك. فالاستمرارية تبدأ بانك تحدد اهدافك، تعمل جدولة للأنشطة متاعك، تقيم التقدم متاعك. هذا كله راهو بالرجوع للكوتش متاعك. ربي يبارك لك، وحدك راك غير قادر باش تقيم الكوتش العمل متاعك من غير الكوتش متاعك. باهي، هنا شنو باش تحتاج إضافة هذوم؟ إنك تطور مهاراتك، تتعلم مهارات الدعوة والتشويق وعرض العمل والمتابعة، وتمارسهم باستمرارية. النتيجة راهي حاجة حتمية. علاش؟ لأنك قاعد مركز على اللي تحب توصل له، قاعد تخدم عليه. التحديات الكبيرة اللي تصير معنا هي إنه في بعض الأحيان نحسوا بالإحباط، من الحاجات اللي تخلي الاستمرارية تعطي نتيجة كبيرة هو التحفيز الذاتي قبل ما يكون التحفيز الخارجي. نعرف برشا شركاء إما يحفزوا الكوتش بتاعه أو يحفزوا الشركاء بتاعه، أو يحتاج باش يتحفز من الشياطين باش نجم يتحرك. سايبه وحده يقف، أو خلينا نقولوا الريتم بتاعه يتيح، واللي هو المفروض إنه أول حاجة وأكثر حاجة تركز معاها هي التحفيز الذاتي. مهم التحفيز الخارجي، مهم جدا ان الكوتش نتاعك يحفزك والشركاء نتاعك يحفزوك بالنتائج اللي باش يعملوها. لكن انت وخاصه في البدايات، انت في البدايه تكون وحدك، ما عندكش شركاء، اذا ما عندكش تحفيز ذاتي قوي،
مرتبط بأهدافك وأحلامك. وهنا تشوفوا انه ديما نرجع للاهداف والاحلام، ديما نرجع للاهداف والاحلام. الاهداف والاحلام اللي هي اساس الالتزام، اساس الاستمراريه، اساس النجاح بصفه عامه، خاطر هذيك اللي تحركنا. التحفيز الذاتي مهم جدا انك تكون قادر انك تحفز روحك في أسوأ 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 الظروف، وقت تحس بالاحباط، تحس بالقلق، تحس انه حتى شيء ممكن ما هو ماشي كما انت تحب. هنا شنو لازمك تعمل؟ ترجع لأهدافك وأحلامك، ترجع لأسبابك الدافعة باش تحفز روحك، لأنك عندك رحلة تحب توصل فيها وتحب تحقق فيها كل أحلامك وكل أهدافك. ورد بالك زادة أنك تحب تعمل برشا حاجات في فرد وقت. رد بالك من الأخطاء الشائعة عند برشا أشخاص معانا في البزنس هذا، إنه يحب. أنا بحكي لكم قصة واقعية. الشريك من الشركاء بتاعي من العباد اللي بدأوا معايا البزنس، ومن الأشخاص اللي عندهم خبرة في المجال بتاعي. أول حاجة، هو وقتها كان بادي في مشروع فلاحي، شركة بتاع بيع الأدوية الفلاحية. وطبعا حكم إنه هو عنده يعني مساحة من الوقت وعنده خبرة في المجال بتاعنا، قرر إنه يسجل معايا ويخدم معانا في 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 كارير. وانطلق في العمل، وما شاء الله معناتها الأشهر الأولى معناتها طلع ليجراد بسهولة، وصل لرتبة ليدر. في أثناء هذا، ما نحبش نقول طمع، مي رغبة أكثر من لازم في النجاح، خليته يفتح محل متاع بيع ملابس ويكري زوز مع حقول متاع عنب ويخدم فيهم مع بعضهم. هل هو قادر كإنسان إنه يوفق ما بين الأربعة مجالات هذوما أو لا في نفس الوقت وكلهم في بدايته؟ مستحيل، كلهم في بدايته مستحيل. معناتها المفروض أنه يوقف المشروع الأول على ساقيه، يعمل تفويض شكون يهتم به، ثم المشروع الثاني على ساقيه يحط شكون يهتم به، وهكذا دولي. لكن هو أخطأ خطأ كبير أنه حب يعمل كل شيء في فرد وقت. النتيجة كانت كارثية بالنسبة لي، إنه خسر فيهم الكل، خسر في مشروعه، ضيع شركائه، دخل في دوامة متاع إحباط، دخل في دوامة متاع مشاكل فلوس، إلخ 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 إلخ. علاش؟ لأنه شتت أفكاره، شتت روحه، شتت تركيزه على نفس النقطة، نفس الحاجة اللي هي الأهداف متاعه. لو استمر بنفس الريتم وبنفس الأسلوب اللي بدأ به وصل به ليدر في أشهر، راهو وصل رتب عالية جدا. فمن النصائح الأخرى اللي يلزمكم ديما تحطوها في بالكم، هي إنك تنظم روحك، تنظم وقتك، انه الاستمراريه هي انك تكون تخدم بذكاء، تعطي الوقت المناسب في الوقت المهمه المناسبه في الوقت المناسب، تنظم روحك، لكن ديما بالتزام يومي من خلاله قادر باش تعمل نتيجه. بالنسبه لي انا، شريك يعمل ساعتين يوميا خير من شريك
يعمل لي 20 ساعة في يوم واحد. خير 1000 مرة، أو قولوا 20 ساعة على يومين. يومين من الالتزام والانضباط واستمرارية في العمل أفضل بكثير من 20 ساعة في يوم واحد ولا 20 ساعة في نهار. هذه حاجة مهمة على الأخر لازم تكون مستوعبة. ورد بالك، رد بالك، الاستمرارية مش معناتها ما ترتاحش. وما بدي يعتقدوا إنه الاستمرارية إنك، سامحوني في الكلمة، يعني ماكينة معناتها دق 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 دق. لا، من شروط الاستمرارية والنجاح في الاستمرارية هو إنك تعرف ترتاح وقتاش ترتاح. لازم ترتاح. علاش؟ لأن القلوب إذا كلت عميت. شفت أنت بشر لما تتعب نفسيا، تتعب بدنيا، تتعب ماديا، تتعب تتعب سي تعبت، لازمك ترتاح. لكن ترتاح في الوقت المناسب، ما ترتاحش في الوقت اللي أنت عندك فيه التزامات. من الحاجات اللي شفتها عند بعض الشركاء، يقعد معناتها ضغط على نفسه، ضغط على نفسه، ضغط على نفسه، لين يجي في وقت سيء معاه، سيء معناتها بلاك اوت، سيء. ويصير بلاك اوت وقتاش؟ هذا مثلا مع وقت تدريب، مع وقت عرض عمل جماعي، مع وقت ايفين مو باش نعملوه، هو معاي غير قادر وقتها باش يعمل حتى شيء. سيء. علاش ما ارتحتش في الوقت اللي يلزمك تنجم ترتاح فيه؟ علاش؟ علاش تحب تتقوى على بدنك وتحب توري لي انت ملتزم وانت في في في, في مستوى نتاع تعب او ارهاق او مشاكل معينه اللي ما تسمحلكش بهذا؟ هذا مش معناتها قاعد نقول لك راهو باش تقيد ضرب ضربتين راهو راني تاعب. لا، نحكي على انك تعبت. شو معناتها تعبت؟ اعطيت 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 اعطيت، وصلت لساي بلاك اوت. من شروط الاستمراريه انك تعرف وقتاش ترتاح. لازمك تعرف وقتاش ترتاح. اذا ما تعرفش وقتاش ترتاح، ما تعرفش وقتاش تخدم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقت لازمك ترتاح، ارتاح. هذا كل شيء خلي يصير، خلي انك تنجم تكون في جو ايجابي. والاستمراريه لازمها برشا اجواء ايجابيه. كما حكينا بكري، من الشروط نتاع الايجابيه انه يكون فما تحفيز ذاتي. لكن فما زاده انك تخلق انفيرونمون، جو يسمح لك باش تكون في الايجابيه. وهنا باش نحكي على العباد اللي دايرين بينا. من شروط الاستمراريه انك تكون تخالط في العباد اللي تعاونك باش تقدم القدام، مش توخر بك التين. بمعنى عندك اصدقاء تقعد معاهم مواضيع سلبية، تفكير سلبي، نقد للعمل اللي متاعنا والمجال اللي متاعنا، وتذمر من الظروف ومن الحياة اللي نعيشوا فيها. صحيح نحن نعيشوا في ظروف اقتصادية صعيبة، صحيح، ليك إذا باش نركزوا مع المشكل ماناش باش نشوفوا الحل. وهذه حاجة أصلا هي خارجة على نطاقنا، خارجة على قدراتنا. بالعكس، أنا نشوف الظروف الاقتصادية فرصة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الأشخاص اللي يبحثوا على حل لحياتهم. عادي. بزيادة في نفس الوقت مش معناتها باش نعمل، مانيش باش نحكيو على السلبيات هذه، نحكيو عادي. دلوقتي انه نحكيو شويه على مع العائله ومع الاصدقاء، على
مش نحكيه على الواقع اللي احنا نعيشه فيه والظروف. اوكي، لكن مش تقولي خبزنا الدائم، هذه هي المشكلة. وين والله اليوم برك اشتعل في قهوة، وكان الهدف متاع المشي قهوة ان احنا نقعد شوية مع روحي، ف من سوء حظي من سبحان الله، فما صديق لقيته في القهوة هذه قعد بحذايا. ملي قعدنا هو بدا يحكي ددددددددددددد، وانا نقول هاو باش يسكت، وانا شد التليفون بالعاني باش نوصل له ميساج راني عندي ما نعمل. في الاخر بالكل قعدت من بار ربع ساعه، هزت روحي وخرجت، كملتش قعدت. علاش؟ لاني مش محتاج اني ناخذ الكم الهائل هذا من السلبيه من عنده. حكينا شويه، مفروض انه يغير الموضوع، يحكي مع روحه، انا مانيش مستعد باش نحكي معاك في مواضيع كيف هكا. في مجالنا، ومش مجالنا برك، شوف كي نحكيو عن النجاح بصفه عامه والاستمراريه والالتزام، راهم يخصوا العباد الناجحه في اي مجال، مش في مجال البيع المباشر والسوق الشبكي فقط. قلت بالكم هذه سمه من سمات العباد الناجحه. العباد الناجحه تلتزم، العباد الناجحه عندها ريتم تعيش بيه، عندها نيفو تاع استمراريه عالي جدا، ما يخوفهم حد شيء. التحديات بالنسبه لهم هي محفز، هي حاجه ايجابيه باش يزيد يقوي من روحه، يقوي يطور مهاراته باش نجم يتغلب عليها لانه يحب ينجح. ف من الحاجات الهامه في الاستمراريه هو انك تخلي روحك المحيط نتاعك ناس ايجابيه. ونقول لكم على حاجه معناتها نحسها برشا، كي نقعد مثلا مع كوتش صابر وكوتش وليد، نوعيه الحوارات نتاعنا تدفعك للاستمراريه، تدفعك للايجابيه، لانه احلام، اهداف، طموح، برامج، تخطيط، رؤيه المستقبليه، فحاجه طبيعيه انك باش تلقى روحك في ريتم تاع استمراريه. في حين انه مع اشخاص ثانيين حتى في بعض الاحيان يكونوا شركاء، باش تلقى روحك تحكي على مواضيع يعني عاديه، مواضيع بعض الاحيان تافهه، مواضيع ما عندهاش قيمه، جست باش تحكي. وهنا يجي الفرق بين العباد اللي دايره بيك. مهم جدا انك تحيط روحك بعباد ايجابيه، عباد عندها طموح، عندها اهداف، باش تكون من العباد اللي تشجعك حتى بطريقه غير مباشره على انك ما ترخش وعلى انك تواصل، باش تنجم توصل لهدفك واحلامك. شفتوا الاستمراريه مفتاح اساسي للنجاح، مفتاح اساسي للنجاح. وكل شخص كان ملتزم ومؤمن قاعد يطبق في نظام في استمراريه راهو ناجح في حتى في مجالات معناتها ابسط برشا من المجال نتاعنا. نقعدوا ديما نحاولوا انه نحط روحنا في الجو المناسب باش تكون الاستمراريه ديما متواصله، مش قاعدين نخدموا شويه ونقصوا شويه، مش قاعدين معناتها نخليه في التيار يوجه فينا للعمل. يعني كان مشيت النتيجه نكمل نخدم، ما مشيت فما تحديت في النتيجه نولي نرخ. واخر حاجه باش نقولها لك باش تنجح 100% في انه باش تكون الاستمراريه موجوده دائما وابدا، تعرف شنو هي؟ استمتع بالعمل اللي متاعك، حب العمل اللي متاعك. كي تبدا مستمتع بالعمل اللي متاعك راهو استمراريه نتيجه حتميه لا محاله، لانك تعمل في حاجه تحبها. فما مقوله تقول احب ما تفعل حتى تفعل ما تحب، احب ما تفعل حتى تفعل ما تحب.
متع بالعمل بتاعك، خلي التشويق والدعوة معناتها نزهة نزهة، تعامل عليها كيف، تعرف على الأشخاص تكون هواية، إنك تكون تحب تعمل أصدقاء بغض النظر على إنهم بيسجلوا معاك مش بيسجلوا معاك، ما تغزوش المصلحة، خمم إنك شخص باش تنفعهم بالمعرفة بالعلم بالفرصة، هواية تتمتع بها. خلي المتابعة كنز باش تقدمه للناس، ده فرحان انت اليوم باش تعمل متابعة، مش انك تمشي متابعة تقولش عليك ماشي باش تقابل عدو وتحضر في أسلحة الحرب، وانت ماشي باش تحب تنتصر عليه لأنه هدف متاعك انه يسجل معاك. متع بالعمل متاعك، راه كي تتمتع بالعمل راك تنتج وتعمل حاجة مزيانة على الآخر. تمتع بالعمل، ما تخدمش خدمة دي على خاطر اكس او ايجريك، اخدم على خاطر روحك، اخدم على خاطر انت تحب تنجح، ما تخدمش على خاطر الكوتش متاعك، اخدم على خاطر اهدافك، خاطر احلامك، على خاطر انت انسان تحب توصل، تحب تكون تخرج احسن نسخة فيه. استمتع بالعمل، كل ما تستمتع بالعمل كل ما باش تبدع، كل ما باش تعمل حاجات ما كنتش تتخيل راح تنجم تعملها، كل ما تنجم تغلب اي تحدي، اي تحدي، اي صعوبه، حاجه تخاف منها باش تغلبها، حاجه نفسك تحس فيها كبر عليها باش تغلبها، على خاطرك تحب الحاجه هذيك، تحب تعمل، تحب تتقنها، وهذا كله باش يخلي انه فما نتيجه جايه من بعد. إذا تحب الاستمرارية كما قلت لك، حط أهدافك قدامك، خطط لأهدافك، قيم التقدم متاعك، ما تشتتش أفكارك، وحفز روحك، وخلي روحك في دائرة إيجابية من الأشخاص ومن الشركاء بصفة عامة، اللي يكونوا هم الكوميونيتي بتاعك، هم الانفيرونمون اللي انت تتواصل معه. وطبعا ما بدون شك انك تكون مستمتع بالرحلة هذه، مستمتع بكل حاجة تعملها مع تطوير مهاراتك طبعا، لأن المهارات هي اللي باش تخليك تنتقل من هاوي المحترف باش نجم تنجح. دونك ان شاء الله يا ربي نشوف معدل استمرارية يليق كل شخص فينا وبمجموعاتنا، يكون النتيجة متاعه حاجة نشوفوها سور تيران الفترة الجاية. رحلتنا راهي ممتعة، وراه خدمتنا ممتعة جدا بكل ما فيها. والله يا جماعة ما تنجمش تلقى مجال يعطيك ويسمح لك بأنك تعيش اللي نعيشه فيه نحن من كل النواحي، مانيش نحكي على الأمور المادية، نحكي على حاجة أنا شخصيا تهمني أكثر، هي تطوير المهارات، تطوير الذات، إنك تعيش مع ناس إيجابية، ناس تحب لك الخير وأنت تحب لها الخير، تعيشوا في ديمونسيون أخرى، تخلي إنه حياتنا محلاها في جميع الظروف وجميع التحديات، ومهما كانت الظروف اللي إحنا باش نكونوا فيها.